ورجعنا لحضراتكم عشان نستكمل باقي اخبارنا عن النادي الاهلي، وتعالوا نروح للنادي الاهلي بشكل مختلف بقى شويه. استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي نبيل عاشور رئيس الاتحاد الاماراتي لكره اليد، عضو اللجنه الاولمبيه الاماراتيه، والكابتن سعود صالح عضو مجلس اداره الاتحاد الاماراتي لكره اليد، المدير المالي، في وجود الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. ورحب الكابتن محمود الخطيب برئيس الاتحاد الاماراتي لكره اليد والوفد المرافق ليه في اطار العلاقات الوطيده التي تربط الاهلي بالمؤسسات الرياضيه داخل مصر وخارجها. وقام وفد الاتحاد الاماراتي لكره اليد بتوجيه الدعوه للكابتن محمود الخطيب لحضور مباراه السوبر المصري لكره اليد بين الفريقين الاهلي والزمالك والمقرر لها يوم 9 ديسمبر المقبل بالفجيره في الامارات. وقام الكابتن محمود الخطيب باهداء درع وعلم النادي الاهلي الى الكابتن نبيل عاشور الذي حرصه هو الاخر على اهداء رئيس النادي درع الاتحاد الاماراتي لكره اليد. هي دي قيمه النادي الاهلي ورئيسه الاسطوري الكابتن محمود الخطيب، احترام متبادل مع كل المؤسسات الرياضيه داخل وخارج مصر، قيمه كبيره للاهلي ورئيسه في كل مكان الحقيقه. يعني دي قيمه النادي الاهلي، ودايما تبادل المواقف دي بيبقى يعني الكثير جدا للانديه وللاتحادات كمان.